أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص أدرك الصلاة مع الإمام من تكبيرة الإحرام، ولكن عند ركوع الإمام في الركعة الثالثة مضى ذلك الشخص، سهى ذلك الشخص وسجد، فماذا عليه أن يفعل علما أن الصلاة تلك كانت فريضة العشاء؟ عليه أن يرجع ويركع مع الإمام، أول شيء عليه في ذلك. فإن كان لم يركع مع الإمام واستمر ساجدا حتى لحقه الإمام ترك الركوع، فعليه أن يقوم ويأتي بركعة بعد سلام الإمام. نعم.